عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نأتي إلى العقيدة الطحاوية الإمام أبو جعفر الطحاوي، ومش حجيب شرح ناس أشاعرة إلها، في عنا شروح كثيرة أشعرية لها قديمة ومعاصرة، لا بدي شرح ابن أبي العز له طبعة سلفية وتحقيق سلفي، الشيخ التركي وزير الأوقاف والأرناؤوط، المجلد الثاني طبعة التركي والأرناؤوط، واضح، مؤسسة الرسالة مجلدين، الألباني أيضاً طبعها وحققها في مجلد واحد، صفحة أو صحيفة 537 في الصحيفة 537. قوله الطحاوي شو يقول؟ ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا نارا. فموت محمد نشهد لهم بالخير لكن ما نقول هذا في الجنة هذا في النار، الله أعلم، مصائر الناس عند الله تبارك وتعالى. هذه كلمة، هذه في العقيدة تحفظها كذا. شوف الشرحات، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة هيك عائشة فلان إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار من أهل الكبائر، تخيل، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، معناها مصيره الجنة، وهذا قولي، ولكننا نخف في الشخص المعين، نتحدث كذا في الجملة في العموم، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو نقول إن شاء الله يغلب على ظننا أن الله يرحمه ويدخله الجنة إن شاء الله، هذا اسمه الرجاء ونخاف على المسيء. انتبهوا الآن إلى مذاهب السلف في مسألة إنزال المؤمنين الجنة والنار، ثلاثة مذاهب فيها، حنشوف مذهب أهل السنة والجماعة. وللسلفي سلف الصالح في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، وسوف تروا أن عدنان إبراهيم لم يخرج عن طريقة ماذا؟ السلف. أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، واضح؟ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عائشة ولا أي واحد، ولا فاطمة ولا علي، هيك مذهب. وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي عليه السلام، والأوزاعي إمام أهل الشام، وإمام أهل أندلس القرن الثالث الهجري، يعني مذهب سني هذا، قال لك تفضل، أي واحد. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد، هذا أوسع المذاهب، شوف أضيق ثم أوسع ثم الأوسع، ولمن شهد له المؤمنون، يعني لا يشهد لأحد إلا الأنبياء، يشهد لمن شهد له النص، يشهد لمن شهد له النص وشهد له جماعة المؤمنين، لحديث أنتم شهداء الله في الأرض، وجبت تعرفوا حديث وجبت طيب، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة أو بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. إذن أهل السنة بل السلف الصالح لهم ثلاثة أقوال، فمن أخذ بقول منها فقد أصاب قولا للسلف الصالح، لم يأتي بنكر ولا ببدعة حتى يهول عليه، حتى يهول عليه. نأتي الآن إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، كتاب يقع في ست مجلدات للإمام اللالكائي، هذا المجلد الأول، الجزء الثاني صحيفة 170، صحيفة 170، سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن، بدأ باعتقاد سفيان الثوري، اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه،
أئمة أهل السنة الكبار، هذا الإمام الخامس بيعتبروه كان. واضح؟ جميل. حنشوف في مسألتنا هذه. نعم. اللهم صل على سيدنا. طيب، يا شعيب ابن حرب، هذا أحد تلامذة مين؟ سفيان الثوري. يقول له إيه؟ جمل اعتقادي في مسائل معينة في العقيدة. هنا في أربع صحائف. يا شعيب ابن حرب، نعم، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله وكلهم من قريش. هل أودع معهم أحداً آخر؟ أبداً. سفيان الثوري فقط يستثني ماذا؟ العشرة المبشرين. قال فيما سوى ذلك ممنوع أن تشهد لأي أحد بأنه إيه؟ في الجنة. هذا اعتقاد سفيان مين؟ الثوري. وحتقول ليش؟ أليس هذا إيه؟ يعني تحجير لرحمة الله؟ أليس هذا كذا؟ حنشوف. الآن في عندي أنا تحقيق خاص في هذه المسألة، مسألة الجنة والنار والشهادة والنصوص. قلت باستعراض النصوص في هذا الباب يخلص إلى أن ما ثبت لبعض الأصحاب رضوان الله عليهم من الوعد والبشرى مقيد ب ومشروط بدوام الاستقامة وعدم التبديل والتغيير وحسن الخاتمة. هيك أنا بفهم النصوص، وهيك النصوص كما قلت لكم تتساعد وتتصادق في ذهني، وإلا تتناقض وتتناكد تتشاكس. لدينا نصوص صحيحة في تبشير إيه؟ طائفة من الصحابة بالجنة، ولدينا نصوص صحيحة في أن النبي لا يدري ماذا يحدث أصحابه من بعده، وأن مصير بعض من أحدث النار والعياذ بالله إلى النار والله، في الصحيحين إلى النار والله، والنبي يدعو عليهم يوم إيه؟ القيامة، وأشياء مثل هذه. الآن إما أن نرد هذه ونبغي على هذه، أو نرد هذه ونبقي على تلك، وهذا مسلك غير مرضي. لماذا؟ لأن كلا طائفتي النصوص إيه؟ صحيح. لك أن تقول صحيحة ولك أن تقول صحيحتان كمان في النحو. واضح؟ هذا صحيح وهذا صحيح. المسلك الأصول الصحيح هنا ماذا تفعل؟ التأويل. تؤول حتى ماذا؟ تبقي على إيه؟ على تصديق النصين أو الطائفتين من النصوص بالتأويل. وهذا ما إيه؟ ما عمدنا إليه. اسمعوا الآن، في صحيح البخاري عن خارجة ابن زيد، هذا أحد فقهاء المدينة إيه؟ السبعة. والخارجة سبع هؤلاء خارجة. خارجة ابن زيد، مين زيد هذا؟ ابن ثابت. عن خارجة ابن زيد، وهو زيد ابن ثابت صحابي الفقيه الفرضي كاتب المصحف. عن أم العلاء، طبعا لم يوضح البخاري من هي أم العلاء. أم خارجة، هذه أم العلاء من قرأ ترجمتها هي إحدى نساء زيد بن ثابت، وهي أم خارجة بالذات. عاد خارجة هذا ابنها، لم يقل عن أمي، عن أم العلاء هي أمه، وهي امرأة من نسائه، ما كذا عرف البخاري. لا، بل هي زوج من زيد بن ثابت، وهي أم خارجة الفقيه المدني الشهير. نعم، قالت طار لنا عثمان ابن مضعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين. ماذا ما معنى طار؟ يعني عملوا قرعة. حين وفد المهاجرون على المدينة المنورة على منورها ألف مليون تحية وسلام. فالآن أراد لي الأنصار أن يقتسموا ماذا؟ المهاجرين. أنت تعال عندي، أنت تعال عندي، أنت كذا. فصارت قرعة، فتقول طار لنا، يعني كان من حظنا مين؟ عثمان ابن مضعون رضوان الله تعالى عليه، الصحابي الراهب النازك. نعم، فاشتكى، مرض، اعتل، فمرضناه حتى توفي. توفي في بيت مين؟ أم العلاء. ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فقلت، أم العلاء تقول تحكي عن نفسها، فقلت رحمة الله عليك يا أبا السائب، فشهادتي عليك، أي لك، لقد أكرمك الله، خلاص أنت ناج من أهل الجنة، هي معناها في رواية هنيئا لك الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك،
طبعاً موقف النبي بالذات من عثمان بن مضعون، النبي بكى عليه وسماه أخاه، قال رحم الله إيه أخي عثمان، خرج من الدنيا لم يصب منها ولم تصب منه، ومهد قبره بيديه الشريفتين ودفنه، وتعلم قبره بحجر عند رأسه، قال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. كل هذه الأشياء معناها ما شاء الله، هذا رجل إيه عظيم المثابة، كريم إيه المنزلة عند رسول الله ولديه، صحيح، فهي شهدت له. قال وما يدريك؟ قلت والله ما أدري يا رسول الله، أنا قلت كلمة هيك يعني مثلا ما عنديش دليل يعني شعرها أطلع الغيب، وما يدريك؟ قالت والله ما أدري. قال عليه السلام أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. حتى تعرف يا أخوان أن المسألة جد، المسألة مش لعب، الناس فكروا دين لعب، ندخل من نشاء نخرج من نشاء، إحنا بإذن الله أكيد إن شاء الله في الجنة بعون الله، الله بيغفر لنا رغم ذنوبنا، المسألة مش هيك، المسألة جد يا أخواني، جد على الجميع حتى على الصحابة، نحن الذين نهزل نأخذ الدين بلعب هكذا، علماؤنا يفعلون هذا إلا من رحم الله، لا يجوز هكذا. وهذا الذي أضعف الحاسة الدينية الورعية التقوائية عند المسلمين للأسف الشديد، إلا من رحم الله أيضا، شخصيات متناقضة لدينا اليوم. قال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير من الله. شفت زي ما قال الطحاوي أو شارح الطحاوي، نرجو لا نقطع لكن نرجو، قول يا رب لعله إن شاء الله، الترجي لعله، في فرق بين الترجي والتمني، التمني شيء مستبعد جدا جدا جدا، بس الرجاء لعل لشيء قريب، صح؟ ايه لشيء قريب، هي الترجي، نرجو ان شاء الله، لعل الله يغفر له، لعل الله يكون اكرمه، ان شاء الله ندعو. والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. سمعتوا؟ حديث في البخاري، والله النبي يقول ما ادري وانا رسول الله. وبدهم اياني نقطع ان عائشه غفر الله له وادخله، يا ريت ونرجو هذا والله، لكن لا نقطع، لا نكذب على الله، لا نؤلف من عندنا، اعوذ بالله يا اخي، هذا دين، بالعكس نحن قلنا هذا لكي نستغفر له الله تبارك وتعالى، فتنتفع بهذا منفعه عظيمه ان شاء الله. نعم. قالت ام العلاء فوالله لا ازكي احدا بعده. قالت ورايت لعثمان في النوم عينا تجري، شاف بعد الرؤيا عين تجري لعثمان، قالوا هذه، فجئت الرسول عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال فاك عمله يجري له. بشرى الحمد لله. اثنين، في موطأ الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أنه بلغه، فالحديث إيه؟ بلاغ منقطع، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم، زي ما قالت أم العلاء أشهد عليه يعني أشهد له. فقال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلى، ولكن لا أدري ماذا تحدثون بعدي، أو قال ما تحدثون بعدي. قال فبكى أبو بكر وقال أئنا لكائنون بعدك. هذا الذي أبكى، عرف أن النبي يموت قبلهم، هو فرطهم، بكى أبو بكر. لكن شوف النبي هنا أبى أن يشهد لمن؟ لأبي بكر، مع أنه بشره على ما نعتقد بماذا؟ بأنه من العشرة. ففهمنا بمقارنة النصين ماذا فهمنا؟ أن البشرى مقيدة بالاستقامة على مثل الذي وجب بمثلها لدى التبشير، هيك النصوص لابد أن تفهم تماماً وإلا ما بنفع. قال العلامة ابن الإمام أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطن عنه والأسانيد، هذا الحديث مرسل هكذا منقطع عند جميع الرواة للموطأ، لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة. حديث صحاح كثيرة تتحدث عن ماذا؟ لا أدري ماذا تحدثون بعدي، كثيرة، وحديث الحوض فما في سبيل لإنكارها مستفيضة، بل حديث الحوض متواترة، حديث الحوض متواترة عن 14 صاحباً، 14 صاحباً وصاحبة، منهن أسماء وعائشة، هما ثنتان فقط، واثني عشر أي صحابياً، متواتر حديث الحوض. نعم. قال ابن عبد البر وفيه من الفقه دليل على أن شهداء أحد ومن مات من أصحاب رسول الله قبله
أفضل من الذين تخلفهم الرسول بعده، والله أعلم. قال فيه دليل في الجملة هيك. ثم إيش قال؟ وهذا عندي في الجملة المحتملة للتخصيص، لأنه أكيد في ناس ماتوا بعد النبي حيكونوا إن شاء الله أفضل إيه من شهداء أحد. قال ممكن، لأن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعده وأصابت منه. رجع للمعنى الأصلي، معنى الجملة اللي قال ليش بكون أحسن شهداء أحد، واللي ما وعموما كل الصحابة النبي شهد لهم الذين ماتوا قبله، لأنهم ماتوا ولم إيه يصيبوا أجرهم. أيام النبي ما كان في دنيا، أنا أقول لكم حتى أيام سيدنا أبو بكر الصديق ما كان في دنيا كثيرة. وين في كان في دنيا؟ حروب ردة كذا وذبح وموت، ما في. تعرفوا متى الدنيا أقبلت على الناس؟ أيام سيدنا عمر، عطاء وأفياء وشيء عجيب ما شاء الله. لذلك قال معاوية، قال أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، ما كان في دنيا. هذا مين بهي؟ معاوية، وأصاب فيها، صدقك وهو كذوب. إيه. قال أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فلم يرد الدنيا وأرادته الدنيا. كان في دنيا يا عمر، وعمر لا، عاش ومات إيه فقير متزهد في مرقعة، ها؟ جب فيها 16 رقعة أو 15 رقعة رضوان الله تعالى عليه، أو 17. قال معاوية وأما نحن فتمرغنا في الدنيا بطنا لظهر. هو يعترف وما يقدرش يقول غير هيك طبعا، وإحنا شفنا والتاريخ عارف يا حبيبي إيش عملت معاوية. تمرغنا في الدنيا يقول إيه ظهرا لبطن، ظهرا لبطن ما خليناش، وفعلا واضح. طيب فعلشان هيك يقول ابن عبد البر هؤلاء أفضل في الجملة لأنهم لم يصيبوا أجورهم، لكن في ناس عاشت وفلوس وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة. طبعاً وين يا حبيبي؟ وين يا بابا؟ النبي قال إذا إيه؟ إذا عاد المجاهد في سبيل الله، تخيل؟ عاد، عاد بالغنيمة، فقد تعجل نصف أجره عند الله. طبعاً في فرق بين اثنين بروحوا يجاهدوا، النبي يقول واحد بموت شهيد، هذا أجره بعون الله إن قبله الله شهيداً، أجره موفور كامل. واحد لا، راح جاهد ونجا وعاد بالغنيمة، نص الأجر راح. بدك غنيمة وبدك أجر؟ ما في عدل. شفت العدل الرباني؟ عشان تعرفوا العدل وكيف نفهم الدين، أنا شخصياً كيف أفهم الدين؟ هيك الدين فهمني أنا أفهمه. شفتوا إيه في المعركة التي استشهد فيها مؤتة جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة؟ عبد الله بن رواحة تردد قليلاً، أتقدم لا أتقدم، بعدين راح تقدم يا نفسه، الشعر المعروف. فالنبي أريهم سبحان الله مش في المنام، في اليقظة، وأخبر عن ثلاثتهم، وأخبر أن مقام ابن رواحة أنزل قليلا من صاحبيه لأنه إيه؟ تردد. يا الله يا الله يا الله. لذلك أقول لكم ما بقدر أقطع لعائشة بالمغفرة ودخول الجنة من غير حساب. يا جماعة يا جماعة، دين هذا؟ إحنا ما بتحدث عن حاكم، استغفر الله العظيم، يعني إيه حكام الأرض؟ هذا رب العالمين عدل عنده. ما تقول لي أم المؤمنين وصحابي وغير صحابي، في عدل مطلق عند الله ينطبق على الجميع. بالله عليكم أخبروني كيف تقبلون أن النبي صح عنه وثبت عنه أنه ليس له ضمانة وعصمة أن يظلم أحدا من عباد الله ثم إيه لا يؤخذ به يوم القيامة؟ قال لا، ما فيه، سأسأل عنه. طب إذا هذا النبي فليش عائشة استثناء؟ ليش فلان وفلان استثناء؟ ما بيكون استثناء، استثناء عندك أنت مش بالدين. فهمتوا؟ تردد قليلاً مقامه أصبح أقل. افهموا الدين، خذوه كما هو، تصلح أحوالكم والله العظيم، يصبح لديكم حتى نموذج تربوي مختلف تماماً. أنا متأكد مسلم يسمع كلامي هذا ويقنع به، والله العظيم يقنع به، سلوكه سيتغير في التعامل مع الله ومع الناس بعد ذلك، صح ولا لا؟ يعرف أن الأمر جد، ليس لعباً. تلعب 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 وضامن الجنة. من أين أتيت بهذا؟ من مثل هذه الأفكار التي إيه؟ سمم بها اعتقاد المسلمين يا جماعة. خطأ، هذه تولد نموذجا تربويا شائعا مشوها للشخصية، يذبح الضمير، يذبح الذمة، يخرقها. طيب على كل حال، نعم، قال إيش؟ وهذا عندي في الجملة المحتملة للتخصيص، لأن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعده وأصابت منه، وأما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه إلا بتوقيف يجب التسليم له،
وأما أصحابه الذين تخلفهم بعده فأفضلهم أبو بكر وعمر. على هذا جماعة علماء المسلمين إلا من شذ، وقد قالت طائفة كثيرة من أهل العلم إن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولم يستثنوا من مات قبله ممن مات بعده، انتهى. وقال في الاستذكار: وقد روي معناه، معنى إيه؟ حديث لا أدري ما تحدثون بعدي، لأبي بكر النبي يقول قد روي معناه مسنداً متصلاً من وجوه، من حديث عقبة بن عامر وحديث جابر وحديث أنا وغيره، ثم أتى ابن عبد البر ببعض الروايات إلى أن قال: من معنى قوله عليه السلام لا أدري ما تحدثون بعدي ما ذكره البخاري عن سهل بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم، أنا قبلكم، من مر علي اللهم اجعلنا منهم، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال: فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل ابن سعد؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، ابن أبي عياش يقول: فأقول، النبي يقول: فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. وذكرت لكم قبيل قليل أن أحاديث الحوض هذه مروية عن زهاء 14 أو 15 من الصحابة وأمهات المؤمنين، من هؤلاء عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي الدرداء وحذيفة ابن اليمان وسمر بن جندب وأبي بكر نفيع بن الحارث وعائشة وأسماء رضوان الله تعالى عليهم. فهو حديث متواتر، لذا أورده الكتاني في نظمه، نظم المتناثم الحديث، المتحديث متواتر. وفي بعض رواياته: يرد علي قوم ممن كانوا معي، ممن صحبني ورآني، ممن صاحبني، حتى لا يأتيني بعض المشايخ اليوم يأخذون حرفا يتركون أي مجلدا، يقول لك: لا، في بعض الحديث من أمتي، من أمتي، كلمة أمتي يدخل فيها الصحابي ويدخل فيها نحن، فإذا وجدنا رواية صحيحة ممن صاحبني، ممن صحبني، ممن كان معي، فهمنا أن المقصود إيش؟ الصحابة. لا تلعبوا بالدين، الحديث متواتر، لا لعب بالدين. طيب، ثالثاً، من المعروف أن سيدنا عمر الفاروق رضوان الله تعالى عليه من العشر المبشرين، ومن أهل بدر، ومن أهل بيعة الرضوان، والعشر هم العشرة، وأهل بدر لا يدخلون النار، النبي صح عنه ذلك، وأهل الرضوان النبي أخبر في حديث رواه الترمذي عن جابر، لكن بصيغتين، في رواية: ليدخلن الجنة كل من بايع إلا صاحب الجمل الأحمر الجد بن قيس معروف، وفي رواية أخرى: لن يدخل النار أحد من بايع. عندنا روايتان الآن، عندنا روايتان: ليدخل الجنة، لن يدخل، وواضح أن الأرجح أنه ليدخلن الجنة، أنه لن يدخل النار مش راجحة. تعرفون لماذا؟ أنا أقول هذا اجتهاد مني ببساطة، لأن ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان كانوا 1500، أبو الغادية، يسار ابن سبع، يسار ابن سبع، أبو الغادية الجهني الصحابي الرضواني الذي ثبت أنه قتل عمار ابن ياسر في صفين، وبالإزاء ثبت عن رسول الله وصح أنه قال: قاتل عمار وسالبه في النار. فهمتوا؟ هاي واحد. اثنين: الله تبارك وتعالى يقول: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بايع تحت الرضوان ونكث البيعة بعد ذلك بأفعاله القبيحة، لا يدخل في الوعد. الوعد مقيد ولا مطلق من القيد؟ فالوعد مقيد لا مطلق من القيد، افهموا هذا تفكير أصولي، فهم النصوص بطرق أصولية واضحة. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والعجيب أن من المبايعين بيعة الرضوان كما تذكر ذلك كتب السير، ابن سعد وغيره، عبد الله ابن أبي ابن سلور طبعا كان معهم وبايع، وكان له مأثرة، يعني بعثت إليه قريش
تعال يا عبد الله نسمح لك انت بالذات، حبول انا منافق هذا، ادخل ايه البيت، ادخل ايه مكه وطوف بالبيت، نسمح لك محمد لا اصحابه لا انت فقيل له اياك ان تفعل هذا. ابنه قال له اياك، لا تسود وجوهنا، تطوف قبل رسول الله؟ قال والله لا افعل. فبلغت النبي فاعجبه صنيعه. كويس جدا عملها يعني، طلعت منه هذه كويس يعني، عمل لي المره هذه يعني حسابا يعني ماشي الحال كويس منه، بس عمل مصيبه كمان، منافق والعياذ بالله من النفاق. ايش المصيبه؟ لما كانوا بالحديبيه، عشان تعرف انه كان هو من المبايعين، عشان تفهم ما تنسوش، عمرك مش حتنساها، عبد الله كان من المبايعين في كتب السيره. لما كانوا بالحديبيه الماء معهم قليل وعندهم بئر، يعني يحاولون استنباط مائها فما تملا ايش؟ قحبا صغيرا، ما في ميه. طلع ما في ماء. فشكوا قله الماء يا رسول الله. فاعطى النبي احد الصحابه سهما اخذه من كنانته ودلوا كان تمضمض فيها ثم مجا. شوف البركه المحمديه المصطفويه. دلو تمضمض ثم مج فيها، مج. قال له خذها بالسهم وافرغها في البئر. فما هو الا ان افرغها حتى فاضت بالرشاء والروى. ما عجيب فوق خلاص آية من آيات الله في الحديبية هذا. فقيل له يا عبد الله أرأيت أبعد هذا من شيء؟ شفت انه نبي، شفت انه مبارك هذا الرجل، مش طبيعي يا اخي، مش واضح انه نبي. قال قد راينا مثل هذا كثيرا. العياذ بالله منه. قال شفناه قبل هيك. وين شفته يا قرد؟ ستقول لي يا شيخ عثمان الله يسامحك حيعجبك هذا، بس انا بعرف تقول لي كيف تقول عن صحابي قرد؟ والله قرد القرود هذا يا اخي، والله قرد وعفريت هذا. قال قد راينا مثل هذا من قبل. وين يا بابا؟ وين يا ابن سلول؟ فبلغت النبي فقال له النبي كيف رأيك؟ قال ما رأينك اليوم. أوف عجيب يا محمد. قال له فلماذا قلت ما قلت؟ قبيل منافق يلعب بالبيضة والحجر. قال له النبي كيف اليوم شفت؟ قال له ما رأينك اليوم عجيب. قال له معجزة هذه، يا سلام يا بابا. قال له فلماذا قلت ما قلت؟ فقال ابنه يا رسول الله استغفر له الله. فاستغفر له النبي. قال له روح الله يغفر لك، الله يغفر لك. النبي عارف ومخ عقد عقله مخ تعبان. لماذا؟ تعرفون انت ايش سر نفاق عبد الله بن ابي؟ الحسد، حسد النبي. لما النبي هاجر الى المدينه كان هو الرجل اعد له التاج، حيصير ملك المدينه. اجى النبي خرب عليه ايه القصه كلها. ما فيش واحد اي ملك على النبي، النبي اعلى سلطه حيصير. فظل يحقن على النبي، يحقن على رسول الله، لم يغفر له هذه المساله، كانها يعني ايه باختيار ايه الرسول. على كل حال طيب خلصنا هذا ان شاء الله. ناتي الان ايه كما قلنا الى الفاروق. اذا الفاروق كان من العشره، كان من اهل بدر، من اهل بيعه الرضوان. تحدثنا عن بيعه ايه الرضوان، جميل. لو اجى واحد عادي ظهري هيك سيقول لك انا اقطع الفاروق بانه من اهل الجنه، وهذا برضو ايه مذهب طائفه من اهل السنه، صح؟ قلنا في عندنا ايه ثلاثه مذاهب. المذهب الاول فقط للانبياء، غير هيك لا تقول لي عشره ولا غير عشره، عجيب. نزل هؤلاء العشرة أو من شهد لهم النصوص. سفيان الثوري قال لك العشرة فقط. أنا أقول لك لو سألت عمر بما صح عنه بأي المذاهب يأخذ؟ واضح أنه يأخذ بالأول، ولا يرى كونه بدريا أو رضوانيا أو من المبشرين أنه يدخل الجنة بغير حساب وقطعا، لأن عمر شبه إيه مستفيض عنه أنه كان لا يأمن مكر الله، وكان يقول لو أن قدمي إيه اليمنى في الجنة واليسرى في النار ما أمنت مكر الله، وكان يقول لو أن لي ما في الدنيا ومثله معه لافتديت به من هولي المطلع. ما معنى هولي المطلع؟ اللحظة التي تخرج فيها نفس العبد فيطلع على إيه؟ على مصيره الأخروي. شيء مخيف. قال أنا يعني وإلا اللحظة هذه يخاف. كما روي عنه أنه سأل حذيفة واستحلفه هل أنا من المنافقين؟ وهذا ضعيف، انتبهوا، هذا لم يثبت بسند صحيح عن ايه؟ عن سيدنا عمر انه سأل حذيفة، مع انه مشهور جدا. اما الذي ثبت عنه بسند صحيح فهو ما اخرجه الامام احمد في مسنده، ذكرته اليوم، عن مسروق ابي عائشة الهمداني الكوفي
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: إن من أصحابي من لا يراني ولا أراه بعد أن أموت أبدا. قال: فأتى عمر أم سلمة يشتد، أو قال يسرع، شك شاذان، فاستحلفا: هل أنا منهم يا أمة؟ قالت له: لست منهم ولا أزكي أحدا بعدك. صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال: حديث صحيح، إسناده صحيح. فإذا صح هذا عن عمر، وصح أنه طبعا بدري بلا شك، وأنه رضواني، وأنهم العشرة، كيف نوفق بين النصوص؟ نوفق بينها بالطريقة التي المعنى إليها، وهي أن عمر كان يعتقد أيها الإخوة ويرى أن الوعد والبشرى مقيدة بالدوام أيها الإخوة واستدامة حسن السيرة والموت على حسن الخاتمة. يعلم هذا عمر ويعرف هذا، وهذا معنى دقيق جدا جدا يغيب عن كثير من العامة. ما هو المعنى إخواني وأخواتي؟ النبي صبيحة بدر، وكان النبي قبل يوم بدر بيوم واحد وقف وأشار إلى مصارع الكفار، أليس كذلك؟ هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان. يقول الرجل: فوالله ما جاوز أحد منهم ما ذكره رسول الله أو عينه أو خطه. صحيح، لكن ثبت وصح أنه عليه الصلاة والسلام خرج من العريش الذي بني له ورداءه على عاتقه الشريف، وجعل يدعو ربه ويناشده: اللهم نصرك، اللهم وعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم في الأرض، أو كما قال. وظل يناشد ربه ويستنجزه ما وعده، يستنجزه وعده، حتى سقط رداءه الشريف عن عاتقه، فأشفق عليه الصديق: يا رسول الله اربح على نفسك، أشفق يا رسول الله، إن الله منجزك ما وعدك. قال السادة العلماء: وكان مقام رسول الله أعلى وأعظم من مقام أبي بكر. طبعا في هذه المسألة تفهموا هذا يا إخواني، مسألة دقيقة جدا جدا. لماذا؟ أبو بكر نظر فقط وتلمح ماذا؟ إلى ظاهر وعد. الله وعد النبي أن ينصره في بدر، والنبي لا يشك ولا يمتري، لكن دائرة علم النبي وعرفانه بالله وفقهه عن الله في عطائه ومنعه، في وعده ووعيده، في قوله وفعله، أعمق أعمق، هو الأعمق. لماذا؟ من أين يأمن النبي أن ذاكم الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى صادق ناجز مقيدا مشروطا بشرط وقيد لم يطلعه عليه، مما قد يعلم مثله أيها الإخوة من جملة نصوص سابقة؟ معروف أن النصر حاصل والنصر آت، لكن بشرط ماذا؟ الأخذ بجملة أسباب. لماذا الله يعني يقول علي أن أذكرها كل مرة؟ معروفة لكم، إن فرطتم فيها كعهتم عنها لم يحصل النصر، أنتم الذين أخلفتم، صح ولا لا؟ شفتوا؟ النبي يفهم هذا المعنى، هذا ما قاله بعض العلماء، وهو قول دقيق جدا جدا جدا، قرأته قبل سنين بعيدة وفعلا نفعني الله به كثيرا. النبي يفهم هذا. الآن الفاروق وأبو بكر وكل الصحابة الأجلاء كانوا يفهمون هذا. نعم لدينا وعد وبشرى، ولكن كل هذا مشروط ومقيد. لذلك النبي أشار إلى مشروطيته ومقيدته بشكل واضح بقوله: لا أدري ما تحدثون بعدي، وأحاديث الحوض المتواترة. فهمتم؟ فلا تقول لي نص ونص، انتبه، خذ الدين في جملته وفي تفاريقه وتفاصيله إن شاء الله تعالى. واضح؟ طيب الآن نأتي إلى ما أخرجه البخاري وذكرته اليوم عن البراء بن عازب. نعم، الإمام البخاري في صحيحه يروي عن العلاء بن المسيب، عن العلاء بن المسيب التابع الجليل عن أبيه أنه قال للبراء بن عازب: طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال: يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثناه بعده. الحديث وين مخرج؟ في صحيح البخاري، وفي حق صحابي جليل ممن شهد بيعة الرضوان،
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وعلى فكرة الآية لا تحتاج إلى يعني طويل كلام. رضي إذ ساعة بايعوك، في تلك الساعة رضي. هل هو رضا مطلق أم رضا مقيد؟ واضح أنه رضا مقيد. لإيه؟ لما سبق، فمن نكت فإنما ينكث على نفسه. واضح. نعم. وذكرنا لكم حديثي الترمذي رحمة الله تعالى عليه. جميل. عبد الله بن عمر، رضواني أو غير رضواني؟ رضواني معروف، لم يشهد بدر معروف، قضية بدر كذا كذا، وعمره 14 سنة إلى آخره بعدين في أحد، لكن هو رضواني. وقد قال سعيد ابن المسيب: لو شهدت لأحد من أهل الجنة أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، بس لا أشهد. لماذا لا يشهد؟ لا يستطيع. فهم سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة أي السبعة، مع أنه قرأ الآيات وقرأ حديث جابر أو يعرف حديث جابر في غالب الأمر، ويعلم أن هذا في الجملة لا في التعيين والتخصيص، وأنه من الصعب إن لم يكن مستحيل أن تحكم لأحد بعينه أنه في الجنة. واضح؟ نعم. مع أنه في الترمذي كما قلت لكم عن جابر: ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، له الجد بن قيس. وابن المسيب يفهم هذا، لكن يعرف أنه في تقييدات وفي شروط وفي أشياء لا نعلم. تمام جداً.